تعرف لما تاخذ مجموعة قرارات في حياتك على مبدأ ايش أسوأ إشي ممكن يصير؟ اللي حيصير أسوأ من أسوأ إشي انت كنت متخيله. مش كان المفروض يجوا جماعتك الساعة 5؟ مش هذا الساعة هلا 6:15. طبعا رح تكون صاحبتها أخرتها. انت ليه متضايق؟ أنا بقول لك ليه متضايق، لأنك هلا بتقسيمتك الزفت أنت راح تعطيني البنت الشنعة فيهم فوق ما تأخروا. عادي يعني هيك صح؟ شمال حبيبي رقم الشكاوي 4 9، بتتصل بتشغل لك. هاي وجهك. مرحبا. هاي. كيفك؟ مرحبا. بتعرفي اني عم بدافع عنكم جزء من نص ساعه. هو بيحكي لي انه انتوا دائما بتتاخروا، بس انا عم بحكي له انه يعني مستحيل تاخروا. بالضبط كان عم بحكي مستحيل تاخروا. جد وانا عمري تاخرت عليك؟ لا بيبه ولا صاحبتي لينا. ما عرفتكم. هاي كيفك لينا؟ اهلين. أهلا. انت عارف انه انت اللي قصدي يعني نحن كيفك؟ صاحبي يزن. هاي لينا. اهلا. كيفك؟ شو الاخبار؟ تفضلي. شكرا. اوكي انت كثير بعد بساعتين من لما بلعها للشهور مزاكي قضى طول السهره بالحمام. مش بس طول السهرة، حتى لحد ما طلعنا على المطار وهو مقضيها بالحمام. فهو ما هو ضعيف، خسر 4 كيلو كمان. يعني أشكرك على الإضافة المهمة هاي، يعني حياتهم هلأ صارت أحسن بالإضافة. صح؟ تفضل البرجة. لا لا عادي، بس أنت رحت تركيا عشان تقضيها بالحمام؟ ترى على فكرة الحمام عندهم كان كتير نظيف، والروم سيرفيس ولا أحلى منها، وكلهم بالفندق وقفوا معي في مهنتي. مش زي هالواحد تركني وراح زي الكلب يلقط نسوان. شو عمل لك؟ ما حدا حكى لك تاكل من الشارع. شو كيف التشيكن موزايك؟ ساكن. قلت لك. انت ما بدك فرايز صح؟ وليش ارتجلتي يعني؟ مين قال لك انه انا بدي فرايز؟ لا بدي فرايز. ما انت عندك ساندويتش. معلم اعطينا بالله كمان صح الفرايز كبير.